قبل ما نبتدي الحلقه خليني اقول ان انا كنت مبسوطه جدا وسعيده لما دعتني الصديقه العزيزه والانسانه المحترمه النائبه انيسه حسونه. بتعزمني على ايه؟ بتعزمني على افتتاح مستشفى الناس. السؤال مني، هي المستشفى اصلا خلصت وافتتحتوها بشكل رسمي يا انيسه؟ قالت لي احنا افتتحناها سوفت اوبننج او افتتاح غير رسمي في نوفمبر اللي فات، في اخر السنه اللي فاتت، انما عملنا مؤخرا الافتتاح الرسمي. الحقيقه ان مستشفى الناس واحده من المشروعات الخيريه الطبيه المحترمه جدا، معموله في القليوبيه بالمجان للمرضى من اطفال وكبار. من ساعة ما تم افتتاحها بشكل غير رسمي لحد دلوقتي، وهي شهور بسيطة جدا، بنتكلم في أكتر من 150 عملية قسطرة وقلب، كلها عمليات مجانية لأهالي القليوبية. في الافتتاح الرسمي حضر محافظ القليوبية، حضرت شخصيات عامة كتيرة، كلهم بيحاولوا يسندوا ويسندوا المشروع الخيري ده. كتير من المتبرعين، كتير من الطاقات. التبرع مش بس مادي، تبرعات مادية وتبرعات معنوية وتبرعات مهنية وخبرات طبية بتيجي من الخارج ومن الداخل. أنا عايزة أقول ملحوظتين. الملحوظة الأولى إنه كون أنيسة حسون هي المدير التنفيذي للمستشفى ده بيبعث في قلبي فرحة وطمأنينة، لأنه هي اختارت طريق خدمة الناس يكون هو ده المسلك اللي تنتقيه وترتاح فيه بعد رحلة طويلة جدا من العمل الخدمي والميداني. الحاجة الثانية اللي عايزة أقولها إنه أنا من المؤمنين وبتكويني وبفكري مقتنعة تماما أن خدمات التعليم والصحة الحكومات هي المعنية بإتمامها، ودي قاعدة يعني أصيلة عندي. إنما ده ما يمنعش أنه بلد زي بلدنا دايما محتاجة لنوايات تسند الزير. خلينا أقول أنه العمل الخيري في كل الدنيا هو مش بس نواة تسند الزير، إنما كمان طاقة إيجابية احنا كمواطنين بنقدمها لبعض. زكاة، صدقة، تبادل للخير، معاني كتيرة جدا. انا مؤمنة ومقتنعة ان مستشفى الناس واحدة منهم، وكتير من المشروعات الخيرية الطبية والغير طبية. مبروك لأهالي القليوبية بالمستشفى الخيري مستشفى الناس. عندنا مشكلة كبيرة في أمراض القلب للأطفال. لما سألت قالوا لي أن تقريبا في من 25,000 ل30,000 مولود سنويا بيولدوا بمشاكل في القلب. طبعا الطاقة الاستيعابية للمراكز الطبية والمستشفيات في هذا المجال لا تستطيع أنها تستوعب هذا العدد، وبالتالي هناك حالات كثيرة من الوفيات. فعمل إنساني رائع في مكان في وسط مصر. أنا دي مش أول مرة أجي المستشفى، دي تاني مرة، وحاجي هرجع يوم 17 فبراير الأسبوع القادم بمجموعة من الأطباء المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، من المصريين في الخارج اللي عايزين يجوا يساعدوا ويدعموا المستشفى وأيضا يروجوا ليها في الخارج. أتمنى الخير لأهل الخير اللي عملوا هذا الموضوع، وهو نموذج جيد جدا للمشاركة المجتمعية العملاقة. احنا دوبك ابتدينا يعني اعداد المستشفى دي من اقل من سنة، من 17. النهاردة بنقدر نقول ان احنا في شهرين عملنا 200 عملية قلب مفتوح وقسطرة، استقبلنا اكتر من 2000 حالة. المبنى زي ما حضرتكم شايفين شغال، وعندنا ما شاء الله اكتر من 60 جراح قلب بيشتغلوا معانا، فاحنا سعداء جدا. دي بلا شك مع استكمالها الخمس مراحل هتكون ملجأ للكثيرين، وإن شاء الله تنقذ حياة كثير من الأطفال. من ناحية الجودة ومن ناحية الخدمة المجتمعية المنتظر منها هيكون لها تأثير إيجابي، ويمكن احنا خلال شهر اتعمل
200 عمليه جراحيه. كان عنده ثقبين في القلب وكشفنا عليه بره، فلقينا الموضوع هيبقى من الناحيه الماديه بصراحه غالي جدا، والحمد لله جينا هنا والاستقبال كان كويس جدا وناس نظيفه ومستشفى ما شاء الله فوق الروعه يعني، والحمد لله ربنا شال عنه وعمل العمليه خلاص. لو احنا بنطمح ان احنا نصل الى خطه التنميه المستدامه 2030، فالتنميه المستدامه هي صحه البشر وهو الاستثمار في البشر، والوزاره على استعداد لتقديم كافه الدعم والتيسيرات عشان يقدر المجتمع المدني يبقى ولاد وخلاق وايجابي زي النموذج اللي بتشوفه النهارده. دي مستشفيات كلفتها عاليه جدا لانها مستشفيات متخصصه، هي مستشفى للقسطره ومستشفى للقلب المفتوح، جراحات قلب مفتوح، 665 اوضه، يعني احنا بنتكلم بعد اذن حضرتك في القصر العيني، ما بنتكلمش في حاجه ثانيه. عندما يقام هذا الصرح ويكتمل هتعرفوا قد ايه المنطقه دي هتتغير وقد ايه الصوره دي هتتغير، لما تفاجئوا بكليه طب هنا في نفس المبنى، لما تفاجئوا بمدينه جامعيه هنا في نفس المبنى، لما تفاجئوا باوتيل علشان يحتضن الناس اللي هم بتيجوا يعملوا العمليات. مستشفى الناس هنا في شبرا الخيمه، يعني في قلب مصر، جاهزه عشان تعالج قلب الاطفال باحسن فريق طبي في الشرق الاوسط وافريقيا. أتمنى الناس تلتفت للمشروع المحترم ده وتكون سند له في كل مراحله.